العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة، حديث اليوم له علاقة بدعاء نسمعه يعني في معظم الأحايين من الأئمة من الخطباء، يقولون وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، إلى آخر الدعاء. لكن قبل أن أدلف إلى موجبات الرحمة، أريد أن أبدأ الحديث بحديث صحيح أخرجه الإمامان العظيمان الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا، هنا الشاهد، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. كلام خطير هذا. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ حتى أعظم مقام من مقامات البشر هو مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث إخواني فيه وقفة عجيبة للسادة العلماء، ذاك أن هناك تناقضا ظاهرا قد يقفز في ذهن كثير من القارئين للحديث والقارئين للقرآن الكريم، ذاك أن الله عز وجل قال في سورة الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فكيف أفهم هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عند الإمامين الجليلين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، وبين هاتين الآيتين الواضحتين من حيث الدلالة أن الله قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والآية الأخرى: جزاء بما كانوا يعملون. فهل هناك تناقض بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا حاشا وكلا، لكن هناك سوء فهم لمقاصد ومرام اللغة العربية، إن فهمناه زال اللبس. هذه كلها مقدمة ما وصلنا إلى موجبات الرحمة. أولا، الباء في قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، تسمى باء السببية، أي بسبب أعمالكم، وليست باء المعاوضة، ليست باء المعاوضة. ما معنى باء المعاوضة؟ يعني مثال، تقول: أنا اشتريت مثلا هاتفا بمثلا بخمسة عشر درهما، مثال خمسة عشر درهما، هذه عوض، بي هذه باء المعاوضة، عوض عن الهاتف. هل الأعمال عوض عن الجنة؟ لا، ما في، لأن نعمة واحدة كما جاء في الحديث أن النعمة تقوم يوم القيامة، نعمة وراء نعمة. قال: فتستنفذ أعماله كلها. يعني الله عز وجل إذا سألنا عن نعمة البصر، كل عين فيها 500,000، يعني نص مليون شاشة ملونة، مين أعطاك هذه النعمة؟ الله. فبتساوي أنك لو صليت من هون لبكرة توازي النعمة؟ لا. فقال العلماء: الأعمال ذكرها الله عز وجل علامات وبراهين نصبها لمن استحق الرضوان، لكنها لا تساوي الجنة من حيث قيمتها. طيب،
جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به هل أدخل الجنة؟ قال: نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله كان له، في رواية الإمام مسلم، كان له عند الله عهد وكان حقا على الله أن يحرمه على النار. فقال رجل: يا رسول الله، وهل يهلك بعد هذا أحد؟ شو هالكرم الإلهي، عمل صغير وأجر كبير، معقول في حدا يهلك؟ قال: يا رسول الله، وهل يهلك بعد هذا أحد؟ فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: نعم، يهلك من أشقاه الله. ثم قال، هنا الشاهد بالحديث: والذي بعثني بالحق نبيا، إن العبد ليجيء يوم القيامة بأعمال لو ثقلت بالجبال لثقلت. يعني بصلي قيام ليل وقارئ قرآن وصايم وأعمال وكذا، فتقوم النعمة من نعم الله فتستنفذ ذلك كله. نعمة واحدة، أوليس الله الذي خلق روحك بخلاك تقف بين إيدي الله، الصحة والعافية من أعطاكها؟ الله. أوليس الله عز وجل هو الذي أعطاك المال حتى تصدقت به؟ بلى. أوليس الله عز وجل هو الذي أعطاك كذا وكذا؟ حتى أن الأعمال كما يقول علماء العقيدة في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني هو وفقك للصلاة، هو وفقك للمسجد، هو الذي أكرمك وحبب إليك الإيمان، فخلق وتفضل ونسب إليك سبحانه وتعالى. لذلك شو الشاهد إخواني من المقدمة؟ ألا نتكل على أعمالنا ونظن أن أعمالنا، يعني إذا واحد صلى له كم ركعة فكر حاله صار شيخ الإسلام والمسلمين ودخل الجنة بغير حساب. ينبغي عليه أن يلتزم بالعمل، لأن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد أن يعمل. العمل كما ذكرنا هو استحقاق وعلامة للطاعة التي توصل الإنسان بفضل الله لدخول الجنة، لكن لا توازي ثمنا للجنة. المهم، الغاية من هذا الكلام أن لا نتكل على أعمالنا، فإن اتكلنا على أعمالنا هلكنا. قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: من علامات الاعتماد على العمل، هذه أول حكمة من حكمه، قال: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. واحد يقول لك: أخي أنا بليلة القدر كان في هيك حالة روحية وساويت خير كتير كبير وتصدقت وصليت وقرأت القرآن وختمت كذا، فأموري تمام يعني بالسليم. سيدنا أبو بكر، وما أدراك من سيدنا أبو بكر عليه الرضوان الأعلى، كان يقول: لو وضعت قدما في الجنة والأخرى برات الجنة خرج، ما أمنت مكر الله. ويقول سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو نادى مناد أيها الناس، من هذا الكلام لمين؟ سيدنا عمر الله يرضى عنه المبشر بالجنة، يقول: لو نادى مناد يوم القيامة: أيها الناس ادخلوا الجنة، إلا رجلا واحدا، بس في واحد ما راح يدخل، لظننت أنني ذلك الرجل. هل الواحد يصلي له ركعتين، إذا تصدق له كم درهم، إذا عمل له كذا، يصير عنده كبر فيحبط عمله دائما. تعامل. قال تعالى في سورة المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا، يعني عم يصلي ويصوم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت: من هؤلاء الذين يرتكبون قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يكونوا من المقبولين. فأخواني، دائما بدك رحمة الله، لولا رحمة الله لهلكنا جميعا. حتى ورد في الأثر أن سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: يا رب، ماذا تقول للصائم إن دعاك؟ فقال الله: أقول له لبيك. هذا لمين؟ للصائم. قال: وماذا تقول للمصلي إن دعاك؟ فقال تعالى: أقول له لبيك. قال: إذن ماذا تقول للعاصي إذا دعاك؟ فقال: أقول له لبيك 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 لبيك. فقال: عجبا، أول واحد عم يصلي قلت له لبيك، والثاني عم يصوم لبيك، والثالث عاصي عم يعصيك،
فإن دعاك تقول له لبيك؟ فقال هؤلاء يعني الصلاة والصيام ما دعوني إلا اتكالا على أعمالهم. عنده عمل عنده شغلة بده يفوت فيها يعني عرفان حاله أموره تمام، وهذا دعاني متكلا على رحمتي. يعني الغاية من هالمقدمة إنه الجنة ليست ثمن الأعمال، أن الأعمال ليست ثمنا للجنة، إن هي سبب لدخول الجنة، لكن دخول الجنة يكون بفضل ورحمة الله عز وجل. فدرسنا اليوم بعد هذه المقدمة قد تبدو طويلة قليلا، كيف نستوجب رحمة الله؟ كيف نحن ندعو الله يقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، يعني كيف أستوجب الرحمة؟ متى أحصل الرحمة؟ حتى جاء في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وجاء في الحديث رحمتك أرجو، مفعول به مقدم لأرجو، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. طب أنا كيف بدي استحق كيف توجب لي الرحمة؟ شو معنى موجبات رحمتك؟ يعني كيف أستحق الرحمة؟ من خلال أمرين اثنين، إنكم تحفظوهن، من خلال أمرين اثنين. أولا قال العلماء أن تتجلبب بجلباب الرحمة. شو معنى تتجلبب بجلباب الرحمة؟ قالوا شراح السنة أي إذا أردت أن ترحم ينبغي عليك أن ترحم، فإذا رحمت خلق الله رحمك الله. إذا مثال خليني أسوق أمثلة مشان ما يكون في ملل، قال إن كنت عالما أن ترحم الجاهل فتعلمه تعلمه، إن كنت قويا أن ترحم الضعيف فتدفع عنه الصائل وأن تقويه، وإن كنت طائعا، وهي نقطة كثير مهمة إخواني، يعني لو طلعنا هلأ من هذا الدرس بهذه الكلمة أنا معكم أسأل الله عز وجل أن نكون من المقبولين. إذا كنت طائعا أن ترحم العصاة، ولا تشوف حالة إنه هدول أخي هم يعصوا الله وخرابيط وكذا، وأنت مفكر حالك صليت لك كم ركعة إنه إنك أنت أفضل من هؤلاء، استغفر الله. معروف الكرخي هذا من أكابر العلماء والصلاح، كان عم يتوضأ مع تلاميذه بنزهة في بغداد، فمرت عصبة يعني جماعة شباب فلتانين، جماعة دانس وما دانس وحركات وموسيقى وخرابيط قصص، طبعا أنا ماني ضد الموضوع الموسيقى بعدين نحكي عنه يعني. فقال بعض التلاميذ للإمام عروف الكرخي ادعوا عليهم يزعجونا بغلاظتهم وكذا، قال ادعوا عليهم، فرفع كفيه إلى السماء قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم يوم القيامة. دخيل الله، شو أخلاق هي؟ أخلاق هي أخلاق المحمديين. هلأ الواحد إيه هذا ما شفته يعني مطول لحيته، لا أنا أحسن منه، أنا عندي لحية، لك يا أخي شو تخلي اللحية بالموضوع؟ في ناس يعني ما له علاقة، يعني ما بدي أحكي كلمة مشان ما أفهمك بشكل خاطئ، يعني لك يا أخي أنت شو عرفك أنت مقبول ولا مو مقبول؟ قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم يوم القيامة. فقال له واحد أنا طلبنا تدعي عليهم وتدعي لهم، قال لا ارحمهم فإن فرحهم في الدنيا هداهم إلى التوبة. كيف فرحهم بالدنيا؟ يهديهم إلى التوبة، بحبب لهم المسجد، حبب لهم الصلاة، قيام الليل، الاستغفار. قال فإن أراد أن يفرحهم في الدنيا وفقهم للطاعة. طيب في رجل من أكابر علماء المسلمين اسمه أحمد الرفاعي، هذا رجل آية من آيات الله وأثنى عليه كثير من العلماء، الإمام الذهبي وابن تيمية وغيرهم كبار العلماء، الإمام أحمد الرفاعي بتسمعوا فيه صاحب الطريقة الرفاعية وكذا، هذا الرجل آية من آيات الله. المهم كان له عبارة جميلة يقول من أراد السعادة الأبدية فعليه بذل العبودية، من أراد السعادة الأبدية فعليه بذل العبودية. شو يعني هذا الكلام؟ هذا الإمام أحمد شغلة كتير كبيرة مو شغلة عادية، الإمام أحمد بن حنبل أيام زمان إذا الرجل أصيب، الله يحفظكم جميعا، الله يحفظكم جميعا جميع العالمين يا رب من جميع الأمراض،
إذا أصيب الرجل بمرض اسمه الجثام وهو مرض معدن يؤدي إلى تساقط اللحم كذا معدي، شو يسوي؟ ببعد عن هذا الرجل. فأصيب طرد أهل بيت كلبا أصابه الجذام، يعني إذا إنسان أصابه الجذام شو الناس بتساوي؟ بتطرده، أي كلب. فطرده أهله بعد أن أصابه الجذام، فذهب الإمام أحمد إليه في الصحراء لهذا الكلب، تبعه حتى أخذ ينظفه ويغسله كل يوم ويدهن له بزيت حتى شفي. فيعني واحد قال له يعني إنه هذا كلب بدها القصة كلها. فظل الإمام أحمد مع هذا الكلب يدهن ظهره ويغسله. فسألوا ليش القصة، ليش ما بدها القصة كلها، مشان شو هو كلب يعني؟ قال خشيت أن يقول الله لي يوم القيامة ألم يوجد عندك رحمة ترحم بها هذا الكلب. يعني هذا من باب أولى، أنه إذا كان واحد عنده رحمة بالكلب يرحم الناس. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تراحموا. فالصحابة قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام لا، ليست رحمة، يعني ليست هي رحمة، ليست رحمة أحدكم بأهله وزوجه. لا، مو المقصود هون كلكم رحيم، يعني كل أحد منا إذا بحب أولاده بحب زوجته وأهله، إذا ابنه ارتفعت حرارته ممكن ما ينام الليل، هي رحمة صح ولا لا؟ فالنبي قال لهم مو هذه الرحمة، قال لن تؤمنوا حتى لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تراحموا. الصحابة قالوا كلنا رحيم، فقال عليه الصلاة والسلام ليست رحمة أحدكم لزوجه وعياله، وإنما هي رحمة عامة لخلقه. انتبهوا، لخلقه، ما قال مسلمين وغير مسلمين وعرب وعجم وخرابيط، هذه قال إنما هي رحمة لخلقه. وإن أبعد القلب يوم القيامة من الله هو القلب القاسي. هلا بتقولوا لي القلب القاسي شو معنى القلب القاسي؟ شو بتفكروا انتوا؟ خطر ببالكم دغري القلب القاسي يعني ما بيبكي. في واحد اول ما يقعد تنفتح الحنفيه طبعا موضوع اشتغل البكاء هذا متفاوت عند الناس، لكن عند النساء اكثر. في بعض الرجال اخبرني انه كل ما بيحكي كلمتين مع زوجته بده يناقش دغري بتنفتح الحنفيه، بيستغرب خلال ثواني بتتوقف الحنفيه. طبعا يعني البكاء قبل شيء انت ما بتحبني، انت اجى الحب يوم الحب ما جبت لي شيء. طب جاب لنا الترتيبات، قال لا خلاص رايحين على دمشق. يا حبيبي كيفك؟ شو أخبارك؟ وين الدموع؟ تسكرت مباشرة. فهذه قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا قسى القلب قحطت العين. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب شو هي القسوة؟ قال العلماء أن تكون رقيقا، مو شرط أنه تبكي، أن تعطف وأن تسامح من أساء، أن تتغافل عن المسيء، أن لا تدقق. يعني مو كل شغلة بتدقق عليها، تتجاوز. في واحد يعني بوقف على زلة، مشان هيك في بعض البيوت ما بتحب زوجة يجي على البيت كل شغلة بيدقق عليها، هذا الدرج ليش مفتوح؟ لا هي الكاسة ليش هون محطوطة؟ قال لك يا أخي ما بدها القصة. في ناس هيك تفعل، فهذا قاسي، كل شيء لا يعني لا يسامح، لا يعطف، لا يعفو، لا يتغافل. استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال اطلبوا شوفوا دخيل النبي عليه الصلاة والسلام. والله سيدنا محمد شغلة كبيرة، والله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر صلى الله عليه وسلم. قال اللهم صل عليه اطلبوا حوائجكم عند رحماء أمتي ولا تطلبوها من القساة من أمتي. يعني الحاجة تبعك اطلبها من واحد رقيق، لا اطلبها من واحد قاسي. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يغضب يسأله. طيب
إذن أول وحدة حتى تستحق الرحمة، نحن اتفقنا شيئين صح؟ أول وحدة شو هي؟ أن تتجل باب الرحمة، تكون رحيم، كل حياتك تكون فيها رحمة، حفظناها أول شرط. كيف تستجلب أو تستوجب رحمة الله؟ أن تكون متجلببا برحمة الله. ثاني شيء أن تدخل نفسك مع أهل الرحمة الذين دعا لهم رسول الله بالرحمة. هن سببين، كيف تستوجب الرحمة؟ أن تجلب بحياتك بالرحمة، شرحناها. ثاني سبب وأخيرا أن تدخل نفسك مع أهل الرحمة الذين دعا لهم رسول الله بالرحمة. مين هدول دعا لهم رسول الله؟ هن كتار، رح حاول اختصر بشكل سريع مشان ما اطول عليكم. في معنا خمس دقائق ولا دق الجرس؟ خمس دقائق ولا دق الجرس؟ دقيقة ونص. طيب الله يجزيك الخير ان شاء الله. طيب قال صلى الله عليه وسلم، اول واحد، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، او سكت عن شر فسلم. شوفوا كلام النبي، بدك تكون تستوجب رحمة الله، ادخل في من دعا لهم رسول الله في الرحمة. قال رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، عندك كلمة طيبة، صلح بين اثنين، دعوة إلى الله، تذكرة بموعظة، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فهنا قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. بس واحد يكثر حكي بيغلط، من كثر لغطه كثر سخطه، ومن كثر سخطه فالنار أولى به. كل ما قل الكلام، حتى بعلم المخابرات بيقول لك كيف يقع المجرمون، أكثر من يقع من المجرمين من؟ الثرثارون، بيحكي كثير. أما البسكوت ما يضع نفسه في المساءلات، صح ولا لا؟ فقل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. سيدنا رسول الله قال إن الله كره لكم قيل وقال. شو قالوا؟ شو حكوا؟ لا عن جد سمعت، شو بالله عليك معقول لهالدرجة؟ شو صار معكم كأخي؟ شو بدك القصة هي كلام؟ القصة بعيد لك، في واحد طلع لك يعني مين باض الدجاجة ومين يعني بده يعرف قضايا، بضل سخط. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فأول وحدة رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. اثنين، بدك تستحق الرحمة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. شو هي سمحا إذا باع؟ في واحد مثلا تفوت بدك تشتري شغلة، تسأله مثلا بكم هذا؟ خمسة. أخي بدك تشتري ما تشتري؟ لا تشتري، ماني فاضي لك أخي. أنت سيرياس؟ أنت جدي؟ أنت بدك تتفرج كذا؟ لفت انتباهي في الغرب أنه فوت الواحد، مرة كنت في السويد فتت، يعني عندي مشكلة شوي هيك برجلي، فبحب أنه مثلا أنتم كرامي بعض النعال خاصة مشان، فشفت ترتيب معين أنه ريحني ما ريحني، خجلت ما عجبني. فأنا معي أخ بيحكي سويدي، قلت له أنا آسف أنه يعني صارنا تقريبا نصف ساعة وما اشتريت. قال لي بتنزلك المحل كله ما بتزعل، بالعكس عادي عندهم، يعني ما عندهم، نحن هي أخلاق الإسلام، سمح إذا باع كذا. طبعا مو غالي إذا باع، بتفوت أحيانا على المحل عندي هي، أخي أنا بدي أشتري بندورة، لا اشتري برتقال أطيب، لا أخي أنا بدي بندورة، لا برتقال أطيب. هذا ما له علاقة بالسماحة، هذا اسمه علاقة بالغلاظة. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، آخر وحدة سمحا إذا اقتضى. شو هي معناتها سمحا إذا اقتضى؟ مشان ما هيك مثال صغير، سيدنا عثمان كان تاجر، تاجر كبير سيدنا عثمان الله يرضى عنه، ومبشر بالجنة وشغلة كبيرة كثير الله يرضى عنه. اشترى أرض، العرب أيام زمان لما
في بيع وشراء، تمت الصفقة شو بيعملوا؟ يسموها صفقة التصفيق، صفقة خلاص تم البيع، وقع البيع، بكتبوا لك البضاعة التي تباع لا ترد، ما بعرف ايش كذا، لا هذا بس هيك اشترى الأرض وصارت الصفقة. بعدين فجأة هيك هذاك ضربت براسه البيع، قال له ما راح بيعك لزيدني عليها كذا وكذا، قال له نحن خلاص تمت الصفقة وقع البيع، قال له لا أنا بالقانون بالعرف الاجتماعي وبالشرع يعني لسيدنا عثمان ألا يرجع. فواحد مع سيدنا عثمان قال له تم الصفق يعني خلاص تمت البيعة، فقال له أعطه، فقال تصافقا، فقال سيدنا عثمان لهذا الرجل أعطه وزده، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا فيه كذا مو مشكلة أخي أعطيه زيادة، هي السماحة بالتحاكم. طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله، وقال اللهم صل عليه رحم الله عبدا اكتسب طيبا وأنفق قصدا وقدم ليوم اللقاء. شو هي المعنات الحديث الرائع؟ قال بدك الله يرحمه احرص على اللقمة الحلال، وأنفق بدون إسراف ولا مخيلة، يعني في واحد يشتري بقصد التباهي على الفقراء ويسرف في المال من أجل أن يتفاخر على الأقران، هذا مو الغاية من المال. النبي بدك تستحق رحمة الله اشتري دون أن تتفاخر على الناس. قال رحم الله عبدا اكتسب طيبا يعني أكل حلال، وأنفق قصدا وقدم ليوم لقاء يعني ليوم القيامة. طيب قال أيضا صلى الله عليه وسلم رحم الله المتخللين والمتخللات. شو هي المتخللين والمتخللات؟ لما بتتوضأ من السنة أن تخلل لحيتك، إذا عندك لحية دخل المي تخللها، هون بسموها أماكن بالوضوء لازم تخلل فيها المياه عند أظافيرك، يعني هذه أماكن تخلل، هي اسمها في اللغة العربية نونة. هلا إذا هيك عملت وشميت في رائحة معناته في بكتيريا، أما اللي بيتوضأ لازم ينظف. طيب فالنبي قال رحم الله المتخللين والمتخللات، وتنظف أسنانك كذا، يعني هذه أماكن النظافة. في إجا واحد عند الإمام الأعمش، هذا كان فقيه كبير، قال له طيب يعني أنا شلون بدي خلي لحيتي؟ قال له شيء بسيطة يعني ما في مشكلة. هلا في بعض الناس بيجي بيقول لك أخي بس أنا قالوا، يعني يكون عم يحكي مع فقيه، شو بيقولوا؟ قالوا طيب مين قال؟ أبو حنيفة، الإمام مالك، مين؟ خالته، سته، أمي كانت تقول هيك، شو مين قال؟ فقال له إن الناس يقولون إن الشعرة التي لا يصل إليها الماء تلعن صاحبها يوم القيامة. فالإمام الأعمش قال له بسيطة، إن انقعها في الليل، رحنا على لحيتك بالليل مشان ما تصيبك اللعنة. في ناس يعني دائما بقدم كلام الناس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمع منا كلاما فوعاه ثم بلغه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الكلام أختم به. طبعا في ورحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله عبدا من أنصف من نفسه يعني اعتذر إذا كان أخطأ. آخر واحدة أنا وقفت عليها، رحم الله عبدا سمع منا كلاما فوعاه. سمعت هلأ حديث، سمعت هلأ أنتم موجبات الرحمة، كيف نستوجب رحمة الله؟ من خلال أمرين، أن نجلب أنفسنا بالرحمة، أن ندخل في دعاء رسول الله، أرجع على البيت قبل ما تنام إلا لأولادك، بلغ كلام النبي. فرب حامل فقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أنت سمعت كلمة، ورب سامع أوعى من مبلغ أو من مبلغ كمان، أنك أنت سمعت كلمة حكيتها لواحد انتفع فيها أكثر منا، فلا تضن بشيء سمعته. اللهم ارحمنا برحمتك،
اللهم اجعلنا من الذين رحمتهم رحمة واسعة شاملة من عندك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله.